أهلا بكم مشاهدينا في أخبار رياضة نقدمها لكم من التلفزيون الجزائري. بداية، يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم التحضيرات بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لمباراة الجولة 6 والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا أمام منتخب تنزانيا المقررة يوم 7 من شهر سبتمبر الحالي، حيث خاض المنتخب أمس أول حصة تدريبية وسيجري ثاني حصة له بعد لحظات، وفي هذه الأثناء قبل الحصة التدريبية المسائية. والآن مشاهدينا نذهب مباشرة إلى الزميل عبد الملك زنيدية من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. أهلا بك عبد الملك، كيف يجري تربص المنتخب الوطني قبيل الانتقال إلى ملعب 19 مايو؟ تفضل عبد الملك. مساء الخير نسرين، مساء الخير للجمهور الرياضي الكريم، مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. دقائق فقط وتنطلق الحصة التدريبية الأولى للعناصر الوطنية ولأشبال الناخب الوطني جمال بالماضي بعد حصة البارحة والتي خصصت للاسترجاع. إذن دقائق فقط وتنطلق هذه الحصة التدريبية الأولى للعناصر الوطنية هنا على مستوى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. كما تشاهدون الأرضية التي لاقت إعجاب الناخب الوطني جمال بالماضي وكذا اللاعبين البارحة. إذن سنوفيكم بكل جديد زميلا سرين. نعم عبد الملك، سنعود إليك بعد قليل للمنطقة المختلطة لحصد المزيد من تصريحات اللاعبين. كنت معنا مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. والآن نذهب إلى الرياضات الأخرى. فاز المنتخب الوطني لكرة الطائرة الرجال على منتخب بوروندي ب3 أشواط دون مقابل في أولى مبارياته ضمن بطولة إفريقيا المقررة بالقاهرة المصرية إلى غاية 14 من الشهر الجاري. ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخب مصر البلد المنظم بالإضافة إلى منتخب بوروندي. إذا مشاهدينا، يشارك أشبال المدرب كريم برناوي في هذه المنافسة إلى جانب 15 منتخب إفريقي موزعين إلى 4 مجموعات. ستواجه تشكيلة شبيبة القبائل اليوم النادي الإفريقي التونسي في أقوى لقاء ودي لها في تربصها التحضيرية الجاري حاليا بتونس، وستلعب المباراة بملعب شادلي زويتن. وتعد هذه المواجهة فرصة للمدرب يوسف بوزيدي من أجل الوقوف على المستوى الحقيقي لأشباله، لا سيما أن الأمر يتعلق بأحد أبرز الأندية التونسية. للتذكير، فإن شبيبة لعبت 4 لقاءات ودية خلال التحضيرات بتونس قبل أن تنهي التربص وتعود إلى أرضها الوطن للدخول في المعسكر التحضيري الثالث قبل بداية البطولة، حيث ستواجه الشباب في الجولة الأولى فريق نجم مغرب بملعب هذا الأخير. من جهته، يواصل نادي وفاق سطيف التحضيرات للموسم الكروي الجديد ضمن المعسكر التدريبي الثاني الذي يجرى بعين بدراهم بتونس. ويلعب الوفاق في هذه الأثناء مباراة ودية أمام شباب قسنطينة للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وكذا الجانب البدني والتكتيكي. هذا وسبق أن حقق نسر سطيف الفوز في مباراة ودية جمعتهم بفريق نادي الرياضي القربي قبل يومين. هذا وكشف مساعد مدرب وفاق سطيف مراد دلهوم أن التحضير يجري في ظروف جيدة والأهداف المسطرة خلال المعسكرين تم بلوغها بنسبة كبيرة. التربص هذا نقول لك تربص كان ناجح، يعني وين جرينا التربص الأول كان في الجزائر العاصمة، وين تقريبا كان مع تقريبا كامل التربص كان مع المحافظ البدني، وين جينا هنا لتونس يعني الحمد لله يعني لقينا كل الظروف. يعني نشكر إدارة وفاق سطيف اللي وفرت لنا كل الظروف وين سهلت لنا المهمة، سواء من ناحية الأكل، من ناحية مابات، من ناحية الاسترجاع. يعني هذه الظروف تقدر تخليك تعقب التربص بكل ارتياح. احنا رحبنا باللاعبين الجدد اللي جاو، يعني ما كانش عندهم إشكال كبير.
احنا نادي وفاق سطيف يعني فريق يعني كبير، يعني رحب باللاعبين اللي مد الاضافه للفريق، يعني نقدر نقول لك يعني يعاونوا في كل النواحي. بون انصار وفاق سطيف انصارهم يعرفوا الفريق تاعهم، يعني واش راح نقول لهم انا من هذا المنبر، نقول لهم ساندوا الفريق تاعكم وكونوا مع الفريق تاعكم، ونعرفكم انا نعرفكم باللي يعني الفريق تاعكم تعاونوا في وقت الشده. نعود الى الزميل عبد الملك الزنيدي المتواجد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه، والان نذهب الى المنطقه المختلطه. اليك الخط عبد الملك، تفضل. دائما الآن معنا السيد صالح بي عبود المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. يعني بداية المنتخب الوطني في قسنطينة، يعني الظروف اللي لقاها المنتخب الوطني لحد الآن. والله الحمد لله كما تفضل به يعني المدرب الوطني، ويعني كل البعثة الكل يعني سعيد بوجوده بمدينة قسنطينة، وخاصة وين لقينا كل الظروف مهيئة لإجراء هذا التربص الهام بالنسبة للفريق الوطني، في ظروف اللي كناكم الجميع يعرفها. فالحمد لله منذ البارحة وصلنا استقبال رائع، طرف السيد الوالي وكل السلطات المحلية، الإقامة جيدة جدا. كانت هناك أول حصة تدريبية هنا في ملعب الشهيد حملاوي، جرات في ظروف هي الأخرى ممتازة، والآن في اللحظات القادمة إن شاء الله تكون ثاني حصة تدريبية قبل التنقل إلى مدينة عنابة غدا إن شاء الله. يعني لو تحدثنا على أرضية ملعب الشهيد حملاوي اللي لاقت إعجاب النخب الوطني وكذلك اللاعبين. شوف، هو أولا النخب الوطني تنقل يوم السبت الماضي وعاين هو بنفسه شخصيا هذه الأرضية وكذلك أرضيات أخرى هنا في مدينة قسنطينة، و يعني اعطى الموافقه نتاعه، والاتحاد الجزائري لكره القدم قرر انه يجري هذا التربص هنا في مدينه قسنطينه، والحمد لله الامور هي على ما يرام كما يقال. يعني بالنسبه للبرنامج باختصار المنتخب الوطني سواء هنا بقسنطينه او بعنابة، بالنسبه للبرنامج كما قلت لك اليوم نديروا حصه ثانيه، غدا سيكون التنقل الى مدينه عنابة في نهايه الصباح هكذا، حصة تدريبية على ملعب 19 ماي 1956، كما ينص عليه القانون. نعم عبد الملك. يوم الخميس لقاء الجزائر تنزانيا، واليوم الجمعة إن شاء الله. شكرا عبد الملك. زميل نسرين، كان معنا السيد صلاح باي عبود مكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. نعم شكرا لك عبد الملك الزنيدي على هذه التفاصيل مع الناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح بي عبود. والآن واصل نشاطنا مشاهدينا. المنتخب الوطني الذي يجري تربصه التحضيري بمدينة قسنطينة، وذلك بعد أن تعذر عليه إجراؤه في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بسبب عدم جاهزية أرضية ميدانه مسعود شيشة، تنقل إلى المركز ووقف على وضعيته، نتعرف عليها في سياق تقرير تالي. ملاعب المركز التقني بسيدي موسى ليست في أحسن أحوالها وتضررت كثيرا بفعل موجة الحرارة التي اجتاحت بلادنا هذا الصيف، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي تصيب العشب في مثل هذه الظروف المناخية. ويبقى المشكل الكبير هو عدم وجود عقود مبرمة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وشركة مختصة في مجال متابعة وصيانة هذه الأرضيات على مدار العام. الملاعب هذه مرت يعني بفتره نوعا ما صعبه في الصيف هذه، نظرا لدرجه الحراره المرتفعه جدا وكذلك بعض الامراض التي اضطرت يعني التدخل السريع من طرف المؤسسه المختصه في صيانه هذه الملاعب، واليوم الحمد لله يعني بدينا نخرج من هذيك الوضعيه هذيك. الاتحاديه الجزائريه ومنذ عده اشهر تقوم بعده اشغال بالمركز التقني بسيدي موسى بانجاز قاعه رياضيه لتقويه العضلات وتوسعات المركز الطبي، بالإضافة إلى إعادة تهيئة وتجهيز أرضية الميدان المخصصة للمنتخب الأول، وتبقى عملية توفير وإنشاء المشاتل أكثر من ضرورة للقضاء على هذا المشكل. لازم نضع استراتيجية جديدة لوضع حد لهذه المعضلة التي تتكرر في كل سنة. ما هي؟ سواء تكون عندنا مشاتل كافية باش نقدر يعني نغير الارضيات هذه بصفه سريعه جدا، او
نمشي إلى حل ثاني وهو المزج بين بذور خاصة بالفترة قولوا نوعا ما باردة اللي تمتد من شهر سبتمبر أكتوبر إلى تقريبا ماي جوان، ثم بذور أخرى مختصة بالفترة الحارة اللي موجودة مثلا في عدة بلدان. تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات والإحساس بالمسؤولية هي مفاتيح الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية للاستفادة منها والاستثمار فيها. إلى رياضات الأخرى الآن، شد الرحال قبل قليل المنتخب الوطني للملاكمة السيدات إلى السنغال للمشاركة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024، وهي المحطة الأخيرة المؤهلة للأولمبياد، كما هي فرصة للعناصر الوطنية المشكلة من 7 ملاكمين و6 ملاكمات في مختلف الأوزان، وذلك لكسب المزيد من النقاط في هذه الدورة. نتابع التصريحات التي رصدها لنا الزميل أحمد سولح قبل تنقل وفد المنتخب الوطني إلى السنغال. يعني احنا ان شاء الله احنا الاوبجيكتيف تاعنا هذا هو اخر محطة تاعهم اللي راح نشاركوا هذا الكاليفيكاسيون بور لي زولمبيك 2024 في فرنسا. عندنا ملاكمين 7 ملاكمين اللي راحوا يعني يديروا الاحتكاك في هذا البطوله الكاليفيكاسيون تاع الاولمبيك اللي عندنا يعني مده طويله وحنا نحضروا لها. سي لوبجيكتيف برانسيبال تري امبورطون باش تاع الرياض تاع كاع لي اتليت باش تاهلوا لعب اولمبياد. دوك الدوره هذه راح تكون صعبه ماشي كيما تاع لعب 2020 تاع داكار ثاني 2020، دوك عاودناها بور دوزيام فوا. دوك غاديين حنا شويه عندنا شويه الحظوظ شويه استدير ان شاء الله تاهلوا ماكس عدد كبير للالعاب الاولمبيه في 6 اوزان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما راكم تشوفوا فينا اليوم رانا متنقلين ان شاء الله لدوله السنغال بداكار العاصمه اللي ان شاء الله نختطفوا عدد كبير من التاشيرات باش نتاهلوا الالعاب الاولمبيه باريس اللي راهي على الابواب. ان شاء الله احنا كرياضيين كملاكمين وكملاكمات حضرنا ان شاء الله في ظروف جيده ويكون عندنا هذا الموعد ونكونوا ان شاء الله اهم حلقه ان شاء الله. ما راحش تكون بالسهل، دونك كل واحد فينا واعي بالمسؤوليه اللي راهي تسنى فيه ووعي بالطعم تاع الاولمبياد كيفاش. تسمى هذه المرحله ان شاء الله راح نمدوا كاع واش عندنا، نخمو في الناس اللي يعاونونا في لي زونطرينور تاعنا، في الناس اللي وقفوا معنا ثاني. دونك هذا هو الجميل اللي راح نردوهم له. هاي كامل بالتوفيق لكل المنتخبات الوطنيه بهذا الموضوع. مشاهدينا نختم واياكم اخبار رياضه، كنت معنا مباشره من التلفزيون الجزائري، شكرا لكرم المتابعه والاصغاء، في امان الله والسلام عليكم.